السلام عليكم ورحمة الله، مرحبا بكم أيها الأحباب، سعداء باللقاء معكم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن تكونوا جميعا بكل خير وصحة وسلامة بدون أي مقدمات. الشيخ رائد صلاح بيقول أخطر كلام، وأنا كاتب لك في عنوان الصورة المصغرة: إياك أن تخاف من كلام شيخ المسجد الأقصى كما يحب أن يلقب الشيخ رائد صلاح. ليه؟ لأن بيقول تفاصيل مهمة، مش إحنا بس اللي بنتكلم في أحداث آخر الزمان، مش إحنا بس اللي بنقول إن إحنا في زمان الإمام المهدي، دور الدعاء الناس المخلصين اللي عايزين يبحثوا عن الحق، إحنا مش بنقول لهم ابحثوا عن المهدي، لا، ده إحنا بنقول لهم خليكم باحثين عن الحق، إذا بحثتم عن الحق فستجدوا كل الطرق تؤدي إلى ظهور الإمام المهدي. تعالوا نسمع ونعود إليكم بتعقيب مهم جدا جدا. كما أنه ما بعد الليل إلا النهار، كما أنه ما بعد الكرب إلا الفرج. وفي ذلك يرشدنا الإمام الشافعي ويقول لنا: ضاقت فلما استحكمت حلقاتها فرجت، وكنت أظنها لا تفرج. هذا القانون الذي بينته بإيجاز شديد، نجد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يضرب لنا المثل ثم المثل ثم المثل على هذا القانون، وسأستعرض بعض الشواهد فاسمعوا وعوا واستحضروا قلوبكم وعقولكم. عن عبد الله ابن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ضمن حديث حسن: إنها ستكون فتنة تستنظف العرب. رواه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه. ما معنى تستنظف العرب؟ قال العلماء شراح هذا الحديث النبوي، قالوا: أي تطهرهم من الأرذال وأهل الفتن. تصوروا لو الواحد منا تراكمت عليه الأوساخ وعلى ثيابه وعلى رأسه دون أن ينظف نفسه، ماذا سيكون حاله؟ شيء مريع. الله يرحمنا، ولله المثل الأعلى، الله يرحمنا وينزل علينا الفتن، ظاهرها شديد، مؤلم، موجع، محزن، ضيق، ومن وراء ذلك وإن بدت لنا محنة، من وراء ذلك منحة. ما هذه المنحة؟ تطهرنا من الأرذال الذين اندس بيننا، وتطهرنا من أهل الفتن الذين تفرقوا فينا. وهذا خير، هذا خير من خيرات الفتن، يجعل المحنة منحة. فاسمعوا وعوا. عن علي ابن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال: ستكون فتنة يحصل الناس منها كما يحصل الذهب في المعدن، فلا تسبوا أهل الشام وسبوا ظلمتهم، فإن فيهم الأبدال. حديث طويل لسيدنا علي بن أبي طالب، ثم يقول سيدنا علي بن أبي طالب من ضمن هذا الحديث: ثم يبعث الله عند ذلك رجلا من عترة الرسول صلى الله عليه وسلم في 12,000 إن قلوا، أو 15,000 إن كثروا. ثم في ختام الحديث، وهو طويل كما قلت، مروي عن سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه، ثم في ختامه يقول الرسول عليه الصلاة والسلام: فيرد الله إلى الناس ألفتهم ونعمتهم. هناك محنة تحدث عنها سيدنا علي بن أبي طالب، ستكون فتنة، حديث سيدنا علي واضح، تحصل الناس، تنقيهم كما ينقى الذهب. بعد أن كان عالقا بمختلف المعادن من القصدير وما إلى ذلك، وهذا يعيب الذهب أن يبقى مخلوط بالقصدير وأن يبقى مخلوط بالنحاس، هذا ذهب مزيف غير قابل أن يكون له قيمة.
فينقى. هكذا حال الأمة، قد تختلط فيها شوائب تعيبها، تجعلها في حال منحرف والعياذ بالله، أو متعفر والعياذ بالله، فتنزل الفتنة فتنقيها. لذلك يقول سيدنا علي بن أبي طالب: ستكون فتنة في الشام. وينبهنا ويقول لنا: إياكم أن تسبوا أهل الشام. نحن من أهل الشام، وفي الحديث النبوي نحن من أهل الشام. يحذرنا سيدنا علي بن أبي طالب ويقول: إذا رأيتم شدة هذه الفتنة وأوجاعها وآلامها، لا تسبوا أهل الشام، سبوا ظلمتهم. ويبشرنا سيدنا علي بن أبي طالب أن مسك هذه الفتنة، مسكها الله العظيم يرحم الأمة، الله العظيم يرد إلى هذه الأمة ألفتها ونعمتها بإذن الله رب العالمين. آخر شيء بيقول سيدنا علي بن أبي طالب: فيكونون على ذلك حتى يخرج الدجال. رواه نعيم بن حماد في كتاب الفتن، ورواه الحاكم في مستدركه، وقال صحيح الإسناد، ووافقه الذهبي في تلخيصه. إذن هو حديث مروي عن سيدنا علي بن أبي طالب، نتلقاه بالقبول والإطمئنان واليقين بإذن الله تعالى. إذن هي المحن تتحول إلى منح، إذن هي كل محنة سيكون ختامها منحة، هذا أمر الله، هذه سنن الله في مسيرتنا كأم مسلمة من بداية هذه الأمة، من عهد سيدنا آدم أول نبي حتى الرسول عليه الصلاة والسلام خاتم الأنبياء والمرسلين، حتى هذا العام ونحن في ختام عام 2023 يحكمنا هذه السنة. ستقع علينا فتن هي محن، وستتحول هذه المحن إلى منح بإذن الله. اسمعوا جيدا، عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، من ضمن حديث طويل طويل جدا يتحدث فيه الرسول عليه الصلاة والسلام عن فتنة الدجال وما هي آثارها على أهل الأرض، من ضمن هذا الحديث يقول الرسول عليه الصلاة والسلام أن الدجال، إن الدجال سيحاصر المدينة المنورة على ساكنها أفضل الصلاة والسلام. لما تحاصر المدينة ماذا سيكون حالها؟ فتنة عظيمة، فتنة الدجال أعظم فتنة على الأرض حتى قيام الساعة. إذن هي أعظم محنة على الأرض حتى قيام الساعة، تحاصر المدينة المنورة، يحاصر المسجد النبوي، يحاصر كل شيء في المدينة المنورة، محنة عظيمة. إيش النهاية؟ اسمعوا جيدا، يقول الرسول عليه الصلاة والسلام: ثم ترجف المدينة ثلاث رجفات، لا يبقى منافق ولا منافقة إلا خرج إليه، أي إلى الدجال، فتنفي المدينة يومئذ الخبث منها، لا يبقى فيها خبث، تصبح نقية طاهرة زكية. يقول الرسول عليه الصلاة والسلام: كما ينفي الكير خبث الحديد، كما ينفي الكير اللهب، لهب. أخطر كلام سمعناه من شيخ المسجد الأقصى، هو تكلم على يعني كذا محور أو مرحلة، لكن أخطر ما لفت نظري وعايز أعقب عليه الكلام أو الحديث، الرواية: الفتنة التي تستنزف العرب. لذلك أنا بكرر أهو، بقول لك اوعى تخاف من كلام شيخ المسجد الأقصى. إما بنسمع حديث هلكت العرب ولا شك أنها قادمة، والأحاديث لا تكذب، لكن أنت لازم تفهم أن الجمع ما بين الروايات: هلكت العرب، أنا هلكوا وفينا الصالحون، الحديث عائشة قال نعم إذا كثر الخبث، كل الكلام ده بيقيد بالحديث اللي ذكره الشيخ رائد صلاح: فتنة تستنزف، وكما شرحها العلماء وكما نقلها الشيخ رائد صلاح، الاستنزاف معناه التطهير. معناه ايه التطهير؟ يا احباب انا عايز اقول لكم حاجة، في حمل زائد على الامة الاسلامية خاصة العرب، وهذا الحمل الزائد سيخف من على اوزار واكتاف الامة الاسلامية، علشان الارض تهيأ للامام المهدي. انت ما عليك الا ان تختار انت عايز تبقى مع مين، مع معسكر الايمان ولا مع الحمل الزائد اللي على الامة الاسلامية.
يعني كلام الشيخ رائد صلاح كان فيه الخير والكفاية. بإذن الله بعد قليل الحلقة الرئيسية، التغطية مستمرة، انشر للأهمية هذه الحلقة على جميع المنصات. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.